أكلات شهي وكمان صحية. صباح الخير. ولما نقول صباح الخير بنحضر الفطار. فطارنا النهاردة متكون من طبق فيه كل ما يحتاجه الجسم من مواد غذائية. عندنا الطحينة والزبادي والطماطم والبصل والبقدونس والفول. الفول الحقيقة مش سهل الهضم، وعشان أخليه سهل الهضم بصف فيه وطلع القشر منه، لان اصعب حاجه في الهضم في الفول القشر. ومقدمه مع طبق الفول الحقيقه طبق مهم جدا وغني جدا بالقيمه الغذائيه العاليه، طبق البلح بالمكسرات. فانا عامله الحقيقه البلح بطريقه ظريفه بالمكسرات والسمسم، فمديني طعم جميل جدا وشكل حلو وقيمه غذائيه عاليه قوي. ودلوقتي هنروح المطبخ ننفذ الأطباق دي. فطار النهاردة بيتكون من الفول بالطحينة والزبادي. طبعا حطيت الطحينة وحطيت الزبادي. أقدم معاه بعد كده أنواع من الجبنة والباتيه. هنقدم معاه كمان حلو البلح بالمكسرات. فدلوقتي أنا هبتدي أقول مقادير الفول بالزبادي والطحينة. فول بيوريه بالمقدار بتاع العدد اللي عندك. قد مقدار الفول طحينة. سلطة الطحينة معمولة. طبعا سلطة الطحينة بنعملها بالمية السخنة والخل والزيت والليمون والتوابل، فبتبقى بالشكل ده. بقدونس، بصل، زبادي، وبعدين بنحط طماطم عليها مكعبات وزيت وخل وتوابل. المقادير مرة تانية. فول بيوريه بعدد الناس اللي انت عايزاه. قد مقدار الفول سلطة طحينة معمولة بالخل والليمون والمية السخنة لغاية ما توصل للسمك ده، وتحط لها التوابل بتاعتها. هنا بقدونس، هنا ثوم وبصل مفرومين، وبعدين الخل والزيت والتوابل
والطماطم المقطعة مكعبات، وبنضيف الزبادي لان الزبادي مرطب، وعشان الفول يبقى خفيف انا مصفياه لانه اكتر حاجة عصبة الهضم في الفول هو القشر، فاذا تصفى فبيبقى خفيف. كده انا هبتدي احط للفول التوابل، ملح والفلفل، طبعا ممكن تحطي كمون، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. هحط خل، هحط زيت، هقلبه وهضيف له الطماطم. بعدين بضيف الزبادي على الطحينة، على سلطة الطحينة. انا قلت دي سلطة الطحينة مش طحينة، سلطة الطحينة. هضيف جزء من البقدونس عليه بالشكل ده لاني الباقي هستعمله جرنتير للطبق. وبعدين بعد ما ضفت جزء من البقدونس هضيف جزء من البصل هنا، والجزء التاني هضيفه هنا كده. هنا ممكن تضيفي معلقتين ثوم، وممكن يبقى بصل بس، وممكن يبقى ثوم بس. ودلوقتي حطيت الطحينة، هقلبها مع الفول بالشكل ده كده، وابتدي اصب في طبق الفرن اللي هدخله الفرن كده. دلوقتي هغطي طبق طحينة بالشكل ده، طحينة بالزبادي، سلطة الطحينة بالزبادي، عشان كل واحد يبقى عارف الطبق ده عليه ايه. سلطة الطحينة بالزبادي كده، بغطي الطبق كله. دلوقتي انا هعمل جرنتير الطبق بتاع الفول البيوريه بالطحينة كده. بعد ما عملت جرنتيور طبق الفول وبقى بالشكل ده، هدخله في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقايق. وده طبق الفول بعد ما قعد في الفرن 10 دقايق. دلوقتي هعمل البلح بالمكسرات والسمسم. البلح بالمكسرات والسمسم وجبة غذائية كاملة وطعمها حلو وسهلة التحضير قوي. فاحنا بنجيب بلح اهو، البلح بالشكل ده، وبنفرمه بيبقى بالشكل ده. وبعدين بحضر سمسم، بحضر قرفة، بحضر بسكوي مفروم، بحضر بندق، بحضر زبدة. دي كل المكونات اللي انا بستعملها. مرة تانية مكونات الطبق: عجوة مفرومة او بلح مفروم، وسمسم، وقرفة، وبسكوي، وبندق، وزبدة. هبتدي اعمل الطبق. باخد معلقة زبدة، بحط فيها العجوة كده. ودلوقتي بعد ما قلبت العجوة في الزبدة، بحط شوية قرفة كده. ممكن تحطي القرنفل كمان المطحون، طعمه ظريف قوي. ممكن تحطي الفانيليا، وبتحطي شوية بسكويت، بتقلبيهم مع بعض كده. دلوقتي انا عملت العجوة بالزبدة والبسكويت والقرفة، بقت بالشكل ده. هبتدي اشكلها.
ناخد البندقة، وممكن تكون لوزة، ممكن تكون عين جمل، وبتقفلي عليها كده وبتعمليها في السمسم. ودي كرات العجوة بالمكسرات، بيتقدم مع القهوة العربي على الفطار الصبح. ودلوقتي مع الرأي العلمي لوجبة اليوم. عزيزي المشاهد، النهاردة بنقدم لك وجبة إفطار شهية على نوعين. الطبق الأولاني هو طبق الفول بالطحينة والزبادي. الحقيقة الطبق ده لو حسبنا كمية المواد البروتينية الموجودة فيه هنلاقيها 25 جرام، بينما هنلاقي ان كمية المواد الدهنية حوالي 125 جرام، وكمية الكربوهيدرات حوالي 35 جرام، والسعرات الحرارية 1300 سعر حراري. احنا هيكون لنا رجعة وتحفظ على وجود الدهون بنسبة عالية قوي اللي هي 125 جرام، بينما المواد الكربوهيدراتية 35 جرام. هي الوجبة زي ما هنقدمها لكم من الوجبات الشهية جدا، ولكن ما ينفعش انك تاكلها وترجع تقعد في البيت او ما تبذلش مجهود ابدا. الوجبة دي سهل جدا ان هي تجري بسرعة الدهون الموجودة فيها على طول في الدم، وتترسب في سهولة في تجويف البطن او تحت جدار الجلد، وتبقى مصدر كبير قوي من مصادر السمنة. الوجبة دي دايما بننصحها للناس اللي بتبذل مجهود عضلي كبير علشان يقدر يحرق كمية الطاقة الموجودة سواء كانت في المواد الدهنية العالية قوي او المواد الكربوهيدراتية. اذا ابتدينا بالفول، احنا دايما بننصح بنتكلم بالفول بنقول ان مشكلة الفول الاساسية وجود التانينات او تانينات الفول في قشرة الفول. عشان كده في البداية بنقول ان احنا علشان الفول اللي بنستخدمه هنا يفضل ان احنا نكون ناقعينه في المية على مدى 12 ساعة، علشان التنينات الموجودة في قشرة الفول تقدر تتمص بسهولة في المية. وبعد كده لما ابتدي احضر الفول كمهروس في الوجبة بتاعتي اكون قمت برمي المية اللي كان فيها موجود هذا الفول منقوع. النصيحة التانية برضو في تحضير الفول اللي انا عايز اقولها، ان بما ان تنينات الفول اللي هي بتؤثر على هضم المواد البروتينية والدهنية اللي موجودة في هذه الوجبة الشهية موجودة اساسا في القشرة، ده انا ممكن كمان لو شلت القشرة بتاعت الفول هتبقى درجة الاستفادة الصحية ودرجة التفاعلات الغذائية الموجودة في هذه الوجبة اعلى بكتير. نرجع لوجبتنا تاني، وبنقول ان انا عندي الوجبة فيها البقدونس. المقدونس ده الميزة اللي موجودة فيه كبيرة قوي، ان هو اساسا من اغذية المناعة، بمعنى انها بتقوي مناعة الجسم. دي حاجة. الحاجة التانية انه بيساعد على هضم اربع فيتامينات، فيتامين ألف وفيتامين ب 2 وفيتامين جيم وفيتامين ه. الحاجة الثالثة ان هذا الغذاء يعتبر من الأغذية ذات الأهمية الخاصة في الوقاية من الإصابة بالأورام. برضو بلاقي الوجبة بتاعتي بيتكون فيها البصل والثوم، وكلاهما من الأغذية الواقية جدا ضد الأورام. البصل والثوم بيحتوي على مواد كبريتية طيارة تساعد على قتل الجراثيم والميكروبات المختلفة. كلاهما بيحتوي على البوتاسيوم اللي ممكن يمر في خلال الدم ويساعد على زيادة قلوية الدم، وبالتالي يساعد على الهدوء والسكينة بالنسبة لباقي اليوم بالنسبة لنا. أيضا كلاهما بيعطي للطبق بتاعنا نكهة خاصة. إذا كملنا في الوجبة بتاعتنا وبصينا فيها بنشوف سلطة الطحينة. سلطة الطحينة دي بنلاقي فيها الزيوت حوالي بتكون 55% من مكوناتها، وبنلاقي أن البروتينات بتمثل 22%. بنلاقي ان المواد النشوية نسبتها في هذه الطحينة متوسطة في حدود 10%، وبنلاقي ان نسبة الفوسفور 1.5% ونسبة الكالسيوم 0.5%. وبالتالي فالطحينة هنا ما هي الاساسي الوجبة، او هي المكون الرئيسي في داخل الوجبة اللي احنا بنقول لك اذا حطيته على الاكلة دي لازم تبذل مجهود، والا فالسمنة في انتظارك. اذا كنت انت هتبذل مجهود هادي، او هتقعد في البيت، او هيبقى مجهودك الذهني هو اللي اكتر عن المجهود العضلي، فحاول انك انت تشيل الطحينة من الوجبة بتاعتك. ايضا بنلاقي الوجبة فيها الطماطم، والطماطم اللي موجودة عندنا يتميز تماما بوجود حمض او ملح الجلوتاميك، وهذا الملح له مذاق خاص ومش موجود غير في الطماطم.
وهذا الملح، الملح الجلوتاميك ليه بيفتح الشهيه بطريقه معينه. الحاجه الثانيه ان الطماطم بتتميز بوجود البوتاسيوم بنسبه سهله جدا انها تمتص في الدم، وبالتالي تعيد للدم نسبه من الهدوء والسكينه. ايضا بنجد ان الطماطم من الاشياء الهامه جدا لاحتوائها على فيتامين الف وفيتامين جيم، وكلاهما بيقي الجسم وكلاهما بيحافظ على نضاره الجلد ونضاره الشعر والنظر وهكذا. ايضا اذا رجعنا للوجبه بتاعتنا بنلاقي عندي في الزيت وفي الخل. معروف ان الزيت ده من الاحماض المواد الدهنيه الغير مشبعه اللي بتقلل من نسبه الدهون قليله الكثافه، وبالتالي بتقي الجسم من الاصابه من ارتفاع ضغط الدم وامراض الذبحه الصدريه وهكذا. اما بالنسبه للخل فمعروف تماما ان الخل ده من الامثله الغذائيه اللي بتعطي لطعم مذاق خاص، اللي بتساعد على قتل انواع معينه من البكتيريا، اللي بتزيد من نسبه قلويه الدم بالرغم من انه حمضي. ولذا الخل ده من الاغذيه الهامه جدا في التمثيل الغذائي في هذه الوجبه. ده بالنسبه للوجبه اللي قدمناها لكم في اول الحلقه. بعد كده احنا قدمنا لكم الوجبه الثانيه اللي هي طبق البلح بالمكسرات والسمسم. احنا عايزين نقول ان هذه الوجبه كميه البروتينات اللي موجوده فيها حوالي 10 جرام، ان الدهون اللي موجوده فيها حوالي 120 جرام، المواد الكربوهيدراتيه اللي موجوده حوالي 125 جرام، السعرات الحراريه اللي موجوده فيها حوالي 1500 سعره حراريه. زي ما انا شايف هنا هو ان المواد الكربوهيدراتيه تعتبر اكثر بكثير من المواد الدهنيه الى حد بعيد، ولذا فهذه وجبه مثاليه لاي شخص ينزل ويمر بمجهود عضلي عادي، بمعنى ان الشخص اللي قاعد في مكتب او اللي بيبذل مجهود محدود او التلميذ اللي بيذاكر او التلميذ اللي في كليه بيذاكر او حاجه زي كده، هذه الوجبه تعتبر من الوجبات الصالحه ليه. عايز اضيف هنا واقول ان عندي البلح، البلح المفروم ده عباره عن البلح معروف عنه انه من الاغذيه اللي بتحتوي على نسبه عاليه جدا من المواد السكريه، ويمكن هنا السكريات بتكون 75% من مكونات البلح، وبالتالي ده بيساعد تماما على اعاده هدوء الجسم، بيساعد على تقليل قلويه الدم اللي موجوده لاي شخص، بيساعد ايضا على سهوله الهضم. الحاجه الموجوده الثانيه بنلاقيها اللي هو البسكويت. البسكويت هنا لما بنلاقيه بيتكون ده معروف عنه انه من اغذيه المواقف الصعبه، بمعنى انه بيحتوي على ملح اميني معروف اللي هو التريبتوفان اللي بينشط المخ، اللي بيفرز ماده السيروتونين، اللي بتساعد على محافظه الجسم ضد الالم وضد المواقف الصعبه، وبالتالي بتساعد على ان الشخص ياخد اليوم بتاعه بشيء من الهدوء والسكينه. الحاجة اللي أنا عايز ألفت النظر ليها الحقيقة السمسم. السمسم يمكن أنت عزيز المشاهد تستعجب إذا عرفت إن السمسم ده من التوابل، وإنه بيتضم إلى مجموعة توابل معروفة إن هي أفراد السمسم أو مجموعة توابل أفراد السمسم. السمسم بيتميز أساسا بإنه هو مش موجود في أي زيوت عطرية، لكن في نفس الوقت موجود في زيت دهني مشهور قوي قوي اسمه زيت السيرج. وزيت السيرج ده من الزيوت النباتية السهلة جدا بالنسبة للهضم، وبالتالي فهذا السمسم فيه أساسا زيوت. هذه الزيوت أساسا من الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي بتساعد تماما على مصدر أساس للطاقة. الحاجة التانية بتقلل نسبة الدهون القليلة الكثافة، وبالتالي بتقلل من ترسيبها على جدار الأوعية والشرايين، وبالتالي بتقلل من تعرض الجسم لأي آلام كارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وآلام الذبحة الصدرية وهكذا. الحقيقة معروف إن السمسم برضو بيحتوي في مكوناته على بعض المواد النشوية وبعض الألياف وبعض الدهون وبعض الفيتامينات. الحقيقة برضو في الوجبة بتاعتنا قبل ما نختم فيها بنقول إن في عندي البندق والزبدة. البندق ده بيدخل تحت مجموعة هذه المكسرات واللي فيه اساسا احماض غير مشبعه، وهي بنفس الوظيفه اللي بيعملها السمسم، لكن الزبده دي هي عباره عن مجموعه الاحماض المشبعه اللي هي اساسا جامده في الطبيعه بنشوفها، اللي اساسا بتساعد على هضم فيتامينات اللي بتمص في الدهون زي فيتامين الف ودال وكاف وايه، اللي بتساعد على اساس انها بتديني مصدر اساسي للطاقه، اللي هي بتساعد ايضا على اساس ان بتنشط النهايات العصبيه، وبالتالي بتقدر بتخلي الشخص ان هو يقدر يكون مدرك لكل افعاله في هذا اليوم. زي ما انا بعرض الوجبتين اللي قدمتهم لكم، انا بقول ان الوجبه الثانيه اللي هو طبق البلح بالمكسرات والسمسم ده طبق سهل ممكن اي شخص عادي يتناوله، لكن الطبق الثاني الاولاني اللي هو الفول بالطحينه
ده ما يقدرش يتناوله اي شخص عادي مش هيبذل مجهود عضلي، في نفس الوقت ما يقدرش يتناوله شخص بيعاني من السكر، بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، بيعاني من اعراض السمنه، بيعاني من حياته ما فيهاش اي مجهود عضلي مجبور او كبير او ملحوظ. يعني نتمنى ان يكون الطبقين عجبوكم، وكل واحد يقدر يختار الطبق اللي يعجبه وياكل، وان شاء الله مع وجبات شهيه اخرى في حلقه قادمه.